السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوربة البرغل التركية. دي شوربة اقتصادية ممكن تستخدموا بدل البرغل لسان عصفور او شعرية، اقتصادية من غير لحوم او فراخ. لو حابين ممكن تضيفوا لها لحمة او لحمة مفرومة او فراخ تكون اتسلقت قبل كده، تفصصوها وتحطوها فيها. غنية جدا والاطفال بيحبوها ما شاء الله، عندي البنات حبوها جدا. عندي هنا اهي دي ماسورة كده ما شاء الله، غليتها حوالي داخلة على 5 ساعات. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين شكل الشوربة؟ عايزة اقول لكم بالمناسبة ان الماسورة هنا غالية جدا في تركيا. زوجي جاب حوالي 3 كيلو عظم ماسورة مفهوش نخاع كتير، جايب 3 كيلو ب200 ليرة. فالماسورة هنا من زمن الزمن بتتباع بفلوس غالية لان بعض الناس بيشتروها بدل اللحمة. تمام، هعمل بقى عليها شوربة لذيذة وسهلة ان شاء الله، ممكن تعملوها في رمضان، اقتصادية نوعا ما. هنشوف بقى احنا كده هنعمل ايه. عندي هنا حلة حطيت فيها مادة دهنية، حطيت زيت على زبدة حوالي 4 معالق مادة دهنية، متخافوش مش هتبقى كتيرة ولا حاجة. هنزل عليها ب3 معالق كبار دقيق، بسم الله، دقيق اللي هو الطحين. نقلبهم كويس جدا لحد ما دي ريحته تختفي ويستوي. هنا عندي كده 4 معالق دقيق، عندي هنا الدقيق استوى وريحته طلعت، هبدأ انزل عليه بالشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا مع التقليب المستمر كل الدقيق داب، هنزل عليها بنص كوباية برغل. ده برغل اللي هو بيستخدم زي الرز كده، حبيته كبيرة شوية. لو مش موجود عندكم تقدروا تستخدموا مكان لسان عصفور او شعرية، سهلة وبسيطة وتعتبر اقتصادية. هنحط لها بقى ملح بس لما تستوي الشوربة، هنحط لها ملح ونشوف هنحط لها بهارات ايه. فاضل بس الليمون والثوم، هنحطهم ان شاء الله في الاخر. هنوطي بقى على الشوربه بتاعتنا لحد ما البرغل يستوي، وبعد كده نرجع ان شاء الله تاني نشوف اخر خطوه هنعمل فيها ايه. ده شكل الشوربه عندي اهي، البرغل استوى جواها. عايزه اقول لكم والله طعمها رهيب. عندي ده اهو معلقه صغيره مليانه ثوم وورقه لورا ونص ليمونه، عصير نص ليمونه. هنضيفهم كده للشوربة. بسم الله. طبعا هنضيف الملح دلوقتي، هحط لهم معلقة صغيرة ملح. طبعا لو احتجت تاني ممكن بقى ايه كل واحد يزود في طبقه. وهنعمل لها الصوص دلوقتي. عندي بقى الصوص الشوربة، عندي معلقة كبيرة زبدة، عندي نص معلقة صغيرة زعتر، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة نعناع. اللي مش حابب اي حاجه من دول ما يحطهاش. هو احنا المفروض نحط بول بيبر اللي هو شطه مجروشه، ولكن انا عشان البنات هياكلوا منها فانا مش هحط بول بيبر، اكتفيت بس بالبابريكا. هندوبهم على النار وبعد كده ننزل بيهم على الشوربه. لو حابين تحطوا بدل الزبده سمنه بلدي يفضل، او ممكن تحطوا زيت او خليط من الاثنين براحتكم. هستنى لحد ما الزبده تسيح يندمجوا كلهم مع بعض، ننزل بيهم على الشوربه. اهو ده عندي شكلهم بعد ما الزبده ساحت، هنزل بيهم كده على الشوربة وهنقلبها كويس جدا. وكده الشوربة بتاعتنا جاهزة على التقديم. لو حابين كمان تستبدلوا البرغل برز اللي هو الرز المصري مفيش مشكلة، تقدروا تستبدلوها بالرز. عايز اقول لكم والله طعمها كان لذيذ والبنات ما شاء الله حبوها، حتى ايلين حبتها، يعني هي مش اي حاجة بتعجبها حبتها. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ربنا يا رب يبلغنا رمضان واحنا جميعا في احسن حال. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا للنهاردة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش من صلاة دعائكم. بحبكم في الله، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.